السلام عليكم. دلوقتي يا جماعة بسم الله ما شاء الله فرصة كبيرة جدا جدا. الشقة ديت تمنها 260 ألف ليرة والمستأجر بيدفع 1700 ليرة إيجار في الشهر، فتعتبر فرصة كبيرة جدا. دلوقتي بصوا كده الفندق هنا، بصوا كده الفندق اللي ورايا هنا، ورايا هنا على طول محطة مترو أمنيات الفاتح، والأمنيات بتاعت الفاتح بتاعت الإقامات، الشارع ده شارع الوطن ده، ومول هستوريا مول، ومحطة مترو أكسراي. وفي الشارع اللي ورايا ده شوفوا كده، هنا كده ورايا تطلعوا على محطة ترامواي فندق زادة اللي جنبها يوسف باشا الحسكي. فتعتبر فرصة كبيرة جدا جدا جدا. المالك علشان محتاج فلوس ضروري الأيام ديت هيبيعها نهائي إن شاء الله ب 260 ألف ليرة. الشقة في الدور الرابع، شقة غرفة وصالة في الوسط هنا في المركز جنبيك، وهنا قدام الشارع هنا بصوا كده، خليكم كده معايا، ورايا هنا الترامواي، ورايا هنا محطة المترو، فما شاء الله جنبيكم المستشفيات وكل حاجة. هخليكم دلوقتي تشوفوا الفيديو وانا بوري الشقة وكل حاجة، يلا بينا نشوف الفيديو. دي يا جماعة أمنيات الفاتح اهي اللي بيعملوا فيها الإقامات، ودي محطة المترو، وما شاء الله الشقة جوا محطة المترو. دي محطة مترو أمنيات الفاتح شارع الوطن. شايفين المترو يا جماعة؟ بورا ده دايرة مترو ده نكاش دقيقة يوري يراك بير ده يوري يراك بير كده ما شاء الله دقيقتين بس لمحطة المترو يا جماعة. وجنب الشقة ما شاء الله مول هستوريا، مول كبير جدا. شوف يا جماعة حتى الكافيهات اللي هنا، كافيهات وفنادق، وزي ما قلت لكم قدام هنا هستوريا مول، في كل الفاتح كله مول هستوريا مول. شايفين الكافيهات؟ وانت رافوق عرفت رافوق ليش بالظبط؟ على يمين وعلى شماله فنادق، يمين وشمال. شوفوا حتى يا جماعة قدامكم فندق كبير بسم الله ما شاء الله. الشقة قدام الفندق على طول، الشقة تمنها 260 ألف ليرة، إيجارها 1500 ليرة. ابن أرض شو مية متعرف. شايفين الفندق؟ فندق قصاد الشارع على طول ما شاء الله. الشقة اللي هي في الدور الرابع الأخير ديت قدامنا يا جماعة الفندق اهو.
Eşyalar sizinki değil mi? Bizimki. Evet. Aa, yani ya cemaa الشقة بتتباع بالعفش يا جماعة. يعني المستأجر بيجي يقعد والأشياء العفش جاهز يعني موجود. المطبخ، الشقة غرفة وصالة، حمام ومطبخ. الثلاجة هنا طبعا. هنا بلكون وكده. بلكون يعني. فندق يا جماعة، وتطلعوا تلاقوا محطة المترو على طول في وشكم، والمول والكافيهات. المنطقة دي ما شاء الله كلها مليانة عرب. السلام عليكم يا جماعة. بالنسبة للشقة دي تعتبر سعرها كويس جدا لدخل الإيجار بتاعها. عموما الشواء هنا مش أقل من 300,000 ليرة في هذه المنطقة، فالسعر النهائي للشقة دي 260,000 ليرة. الشقة في الدور الرابع، اللي هي الدور الأخير، الشقة في الدور الرابع ما فيهاش أسانسير، ما فيش مشكلة ما فيهاش أسانسير، لأن معظم البنايات هنا في الفاتح ما فيهاش أسانسير. جنب الفنادق هنا، جنب محطة المترو الفاتح، جنب أمنيات الفاتح اللي بيعملوا بيها الإقامة، ما شاء الله فرصة كبيرة جدا. وشكرا جزيلا، وبنحبكم. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول، والحمد لله وشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم. وطلعنا البارحة على الطابو، خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة. والحمد لله وشكر مع متابعة أستاذ علي، ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريك المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين. والحمد لله والشكر، وأشكرهم جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون انتم، يعني نحن غرباء في هذا البلد، والجماعه وقفونا. انا صرت ما حسينا بغربه، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابة. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابة باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابة باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة، يعلم الله. ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد، يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين.
صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريكة تركي ناس موثوق بهم جدا جدا، وإلهم كل الشكر. وأنا بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريكة تركي من خلال اليوتيوب، ويختار شيء وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع، ولهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه لمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، وأتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكة اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله، شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر استاذ علي جمال اللي قال لنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم ان يتعاملوا وياه لانه انسان صادق وامين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات. زين لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع السار علي جمال وشكرا. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهمه مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهمه مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راضي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود، يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، فالحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، ويعني حتى لو في الفرن برضه أسعاره جيدة، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية ويا مع الأستاذ علي جمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد السكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائح يحب يجي إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة لقيت على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أعطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له. ما
لأنه دقة بالمواعيد، لقيتها منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقق اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره هو يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني. أنا أول مرة لي هنا في إسطنبول مع الأخ علي جمال في إسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معاه ما شاء الله ومعاملته بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم أن أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه. وكان لي الفضل بعد ربنا في مساعدنا في موضوع الإقامة، دلني على مكتب كويس بأسعار مناسبة جدا، ودلني على مكان زراعة الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشرة كنت خلصت العملية، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العملية من 13، والحمد لله الأثر باين، وأثر إن شاء الله دايما معانا في كل حاجة، وجزا الله كل خير والله على العملية. السلام عليكم، أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب أنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس، سعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي. يعني أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد والقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام. هوش قاعدين؟ مشغول. هذا سسن. إيه متشكر يا دكتور. مشغول. خطيفة تجلو. إيه بتلطفا. السلام عليكم. أولا أقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو
ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح، لانها امانه. مين حلقه الوصل؟ مين حلقه الوصل بينك وبين المالك؟ احنا. فدي امانه كبيره جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجه جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجه كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجه واحده مهمه جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبره في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعه. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشره، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشره من نوكولي. كويس، بناخد النسبه المعروفة عليها هنا في تركيا العادلة. كويس، دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله، هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء
يشعرون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم
قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون